بصوا يا جماعة، تظبيط الشغل أهم من الشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنوضح لكم. إحنا طبعا كل سنة وانتم طيبين، إحنا يعني في آخر اتنين، وطبعا موسم الزراعة عندنا في مصر بيبدأ من آخر اتنين كده لغاية تقريبا يعني بياخد مارس ولغاية نص أبريل. طبعا بعض الدول العربيه زي دول الخليج مثلا او العراق او السعوديه ممكن بيبداوا بدري علينا شويه، يعني ممكن يكون الموسم الزراعه عندهم ممكن يبدا من اول فبراير كده او نص فبراير. المهم انا طبعا قبل ما هزرع، احنا طبعا دخلنا على موسم الصيف، قبل ما هزرع اي خضار صيفي لازم اظبط مكانه الاول، لان زي ما بنقول عندنا في مصر كده تظبيط الشغل اهم من الشغل. يعني مثلا انا الاول طبعا عملت التربه اهو زي ما عرضناها عليكم في اول فيديو خالص، ازاي اعمل التربه. طبعا ديت رمل على طينه او اللي احنا بنسميه تراب، اللي هو الارض الطينيه يعني عندنا في مصر. وبعد كده طبعا دي ما ينفعش لوحده، لان ده تراب على رمل، لازم بحط له شويه سماد متحلل. ده طبعا سماد انا محلله اهو. وبعد كده احط من ده في الاسس، ولما احطه ما ازرعش فيه على طول، لا هقول لكم بقى على تريكتين لازم اعملهم عشان ابقى ضامن ان النبته اللي انا هحطها دي هتنجح 100% ان شاء الله باذن الله. انا جهزت التربه اهو، حطيت عليها السماد المتحلل. طيب انا لما هزرع في القصيص ده، انا طبعا هعبي القصيص ده الاول، طبعا الحاجات الخشنه دي هحطها تحت. وطبعا زي ما قلنا يا جماعه لازم بصوا اهو مخرمينه من تحت خلاص. طيب اهو هاخد الحاجات الخشنه واقوم حاططها تحت. طيب بعد كده هملى بقى القصيص اهو اهو. ايه في لحظه، طبعا بصوا يا جماعه انا مليتها ما مليتهاش للاخر، مليت تقريبا كده حوالي 80% منها او 75% منها، الثلاث ارباع يعني. بعد كده افضل حاجه، ودي عن تجربه بقى، بتطلع معايا احسن انتاج واحلى انتاج، وهتريح دماغك بقى من السماد المتحلل والتسميد، هتشتري دماغ خالص، هيبقى مجرد ان انت تحط الزرع شويه الميه بس. بجيب ازازه زي دي كده، اي ازازه حاجه ساقعه، اي ازازه مثلجات، اي ازازه يعني اي ازازه بلاستيك، وبعد كده بعملها بالطريقه دي كده، وهوريكم طبعا الطريقه دي انا عملتها ازاي. بجيبها كده، وطبعا بجيب ازازه مناسبه لحجم القصيص، يعني مثلا القصيص ده ما ينفعش اجيب له ازازه كبيره زي دي كده، او حاجه صغيره قصدي زي دي ما ينفعش، انا عاوز له حاجه كبيره شويه لان الاطار بتاعه تقريبا 50، فبجيب ازازه زي دي كده. وطبعا قلت لكم هنعمل دي ازاي، واقوم حافر كده اهو، واقوم حاططها كده اهو في جنب كده، ما احطهاش طبعا في النص، في جنب، لان الشكل اللي انا هزرعها هحطها هنا اهو. وبعد كده اقوم مكمل تربه اهو اهو يا جماعه، هكمل بعد كده تربه اهي. يا جماعه الازازه اهو زي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وبعد كده هملى القصيص بالكامل تربه لغاية الآخر، لغاية الآخر مليته أهو. وبعد كده أي مخلفات مطبخ عندي قبل ما أزرع أي حاجة، أدي مخلفات مطبخ، هتلاقوا قشر بيض على ده أهو، ده قشر برتقان، ده أهو عنب، أي مخلفات مطبخ عندي على طماطم، كل المخلفات دي أنا طبعًا كنت سايبها تتحلل شوية، وحتى لو هي مش متحللة مش هتضر، زي طبعا زبل الحمام او زرق الحمام او شويه قد دول كده فيهم قشر بيض اهو اهو، حطيتهم اهو، مليت اهو مخلفات المطبخ حتى لو ما كانتش متحلله اهو. بعد ما احطها هعمل ايه؟ هقوم اغطيها كده، طبعا لازم اغطي يا جماعه عشان طبعا اي حشره ما لمش دبان ما لمش ناموس اهو. وبعد كده ريه مشبعه تماما،
أكأني زارع، أكأني في زرعة، لغاية لما المية تنزل من تحت، وهسيبها كده 4 أيام وأرويها تاني، وبعد كده 4 أيام وأرويها تاني، يعني هفضل أرويها كده لمدة 10 أيام. طب إيه لازمة اللي أنت بتعمله ده بقى يا عم مسعد؟ أولاً لسببين. السبب الأولاني أنا كده بغسل التربة دي، لأن طبعاً أنا رمي، والتربة دي أنا جايبها من الأرض، أنا مش ضامنها، ممكن يبقى فيها أملاح، السرب فيها ما كانش كويس، فيها حاجات مكلكعة زي دي، فطبعاً لازم الأول أغسل التربة، أغسلها ثلاث ساقيات قبل ما أزرع فيها، يعني رويت النهاردة أستنى 3 4 أيام وأرويها تاني، أكأني في زرعة، 3 4 أيام واقوم حاططها كده باي خشبه او باي شوكه واقوم رويها تاني. قبل ما ازرع ب 10 ايام لازم ارويها ريتين او ثلاثه على الاقل. انا خلصت اهو. طبعا انا ليه مليتها تربة على الاخر؟ طبعا يا جماعه الكراكيع دي هتبوش لما الميه هتجيلها، خلاص هتبوش هتتفتت، فانا الميه دي بتطلع الهواء. يعني بص لو كنت مليها للاخر، بص ده من اول ريه وما خليتش ريه كامله كمان اهو كده، انا بغسل التربه وهبقى ضامنها تمام التمام. والحاجه دي على ما اجي احط الشتله اللي انا هحطها وهزرعها هتكون دي اتحللت، والتربه خدت العناصر الغذائيه من الحاجات المتحلله ديت وهتحتفظ هي بيها. تمام كده يا جماعه؟ طيب وبعد ال 10 ايام احط الشتله بتاعتي مهما كان اللي انا هزرعه، هزرع فلفل، هزرع طماطم، هزرع كرنب، هزرع اي حاجه، هو حاطها في النص هنا. طيب خلصنا من دي. طيب انا يا عم زرع اصلا، يعني عندي زرع وهشيله ازرع في مكانه؟ لا برضه. طب اعمل ايه؟ انا عندي مثلا اهو القرنبيط ده انا هقطعه. طيب انا يا جماعه ده زرع عندي اهو القرنبيط ده، يعني هو ممكن استنى عليه كمان اسبوع يعني، بس خلاص انا هشيله اهو اهو. بعد ما اشيلها كده مسك اهو، هشيل القرنبيطة دي اهو، هشيل برضو القرنبيطة دي، مع ان المفروض يعني استنى عليه كمان اسبوع كده ولا حاجة، لان دي لسه صغيرة اهي، لكن طبعا اللي اتقطعه مسك ورني دي، دي كويسه اهي، دي برضو بسم الله ما شاء الله كويسه اهي. طيب في ناس بقى بتعمل ايه؟ ولقيت طبعا الكلام ده في الكومنتات والتعليقات كتير، بيقول احنا زرعنا اول زرعه كانت ناجحه جدا وجينا نزرع تاني ما نجحتش، او ما انتجتش، او ما مشيتش كويس، او كانت ضعيفه. ليه؟ انا ما ينفعش ان انا اشيل زرعه دلوقتي واقوم عامل كده واقوم حاطط مكانها واحده، لا طبعا مش هديني انتاج، وطبعا لازم هتبقى طالعه ضعيفه. ليه؟ الزرعه القديمه، قصدي مش ارض ده يا جماعه الصيص، يعني ارض محكومه، فطبيعي جدا بالمنطق يعني الزرعه اللي كانت موجوده هنا خدت العناصر الغذائيه اللي كانت موجوده هنا، فمش هتلاقي عناصر. الحاجه الثانيه انا قشرت الزرعه لكن الشعيرات الجذريه بتاعتها ما زالت موجوده هنا، فلازم انا زرعت هنا ما ينفعش ازرع بعديها على طول. امال هعمل ايه؟ هقوم اهو انا فضيت من هنا، خدت الزرعه، وقت ما اخد الزرعه اقوم افضي ده. بصوا يا جماعه لما افضيه، بصوا الشعيرات الجذريه دي هزرع فيها ازاي دي؟ يعني هل ده ينفع؟ انا لازم اقوم افردها كده اهو، تتشمس وتنشف، والشعيرات دي طبعا خلاص هتنشف هتتحول بعد كده لاسماد اهو، وافردها بايدي كده عشان طبعا الشمس تشوفها اهو. طبعا دي تربه قديمه هتلاقوها بصوا ناعمه، غير طبعا التربه الجديده بصوا يا جماعه فيها خشونه الى حد ما، دي لما جيت ازرع فيها في اول مره كانت كده، لكن بصوا بعد موسم الزراعه دي ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش عناصر غذائيه خالص، او فاقده معظم العناصر الغذائيه،
خلاص زرعه كانت موجوده خدتها، فلازم طبعا افضي الاسس دي، لازم افضيها اهو. بصوا بقى كل ده ازاي ازرع بقى زرعه جديده هنا، ما ينفعش. فاهو بفردها، وبعد ما افردها بعمل ايه؟ يعني بصوا يا جماعه احنا فضينا اهو، بصوا يعني بصوا بالله عليكم يعني هزرع في دي ايه؟ ده دي كده اللي في التربه دي، بصوا اللي في التربه دي كده عامله زي سفنجه بالظبط، هتمص الغذاء وفي الاخر مش هتديني حاجه. فلازم زي ما قلت انا زرعت في الصيص لازم اهو، وبعد كده افرده ينشف كده خلاص. طيب بعد ما ينشف اعبيه تاني وازرع فيه؟ لا، انا عملته كده بس عشان اطهره، الشمس تشوفه، اي فطر ولا حاجه خلاص هيطير منه هيموت، اي حشره هتمشي، واقوم جاي ادي سماد متحلل اهو، واقوم حاطه اهو، واقوم ادرب كل ده على بعض، ادرب بعد كده كل ده على بعض. طبعا انا راجل بقى عجوز، الرجاله هتيجي تقلب بقى كل ده يتقلب على بعض، واحط كمان يعني الكميه دي مثلا، ده كان فيه كوم وثلاث قصص، يعني مثلا ممكن نحط كمان جردل من ده اهو، جردل من السماد المتحلل ده طبعا ذبل حمام متحلل اهو، ده زرع حمام متحلل، ده بقى له حوالي سنه اهو، ده طبعا ده واحده منه، جردل واحد على الكميه ديت، او انت عشان تمشي يعني هو جردل من ده على 10 جرادل، يعني 10 جرادل تربه من دي ما تحطش عليها سماد، 10 جرادل من دي على جردل من ده اهو. وهنقوم الرجاله هتقوم مدربينه، هندربه كله في بعضه، كله طبعا هنجيب الكوريك او الفاس وندرب كله في بعضه، وبعد كده نحطه في الاسس، وبعد ما نحطه في الاسس طبعا هقوم عامل نفس اللي انا عملته مع التربه الجديده، ها بس مش هرويه بقى، يعني مش هستنى عليه 10 ايام، ممكن اروي ده ريه واحده بس، يعني اللي كان تربه قديمه انا زارع فيها وحطيت عليها كومبوست هدربه واحطه في الصيص وارويه مره واحده قبل ما ازرع، واستنى مثلا 3 ايام، معلش بقى السن والنهجان ده، واستنى طبعا 3 ايام وبعد كده ازرع فيه. لكن تربه جديده زي دي انا ما زرعتش فيها، هحط عليها كومبوست زي ما قلنا وهنملاها للاخر. بصوا يا جماعه بعد ما اتروت انا كنت ملاها للاخر، بصوا عملت ايه اللي حصل لها اهو، نزلت قد ايه؟ الرايه الثانيه هتنزل كمان شويه قد دول، الرايه الثالثه هتنزل شويه قد دول، لان انا بغسل التربه واي هواء طبعا موجود بيطلع، المره الجايه توصل لغايه هنا. طبعا انا ازرع، انا ليه طبعا العلامه دي بتبقى في الصيف؟ عشان يعرفني ان اخر التربه هنا والشويه دول اللي بحط فيهم الميه. طيب طبعا لو انا زارع في حوض زي ده كده يا جماعه، حوض خشب او اي حوض يعني، طبعا لازم برضو هشيل الزرع القديم، انا طبعا ده كنت قلمته وكنت هسيبه بصراحه وهيديني انتاج برضو في الموسم ده، بس انا قررت يعني عشان نبدا معاكم ونعرفكم يعني هنزرع كل حاجه من اول وجديد ازاي. لو حوض قديم زي ده وانا كنت زارع فيه هعمل ايه؟ لازم طبعا هخربشه، يعني زي ما نقول هنحيته بالطول وبالعرض، وبعد كده احط عليه سماد برضو بلدي متحلل، وبعد كده برضو بالطول وبالعرض، وبعد كده ارويه، وبعد كده ازرع فيه بعد ما ارويه مثلا 3 4 ايام. لكن طبعا كل ده يا جماعه مع انها شجره كويسه، بس زي ما قلنا عشان نبدا معاكم ونعرفكم، دي كده عمر سنه على فكره، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، دي فلفله يعني نشوفها كده ما يقولش ان ده ساق بتاع فلفل اهو، برضو هنشيلها مع ان والله انا مستخسرها، بس مش خساره فيكم عشان بس نتعلم ونشوف هنزرع من البدايه ازاي. طبعا دي بعد ما اشيلها طبعا كل دي لازم تتحرك، بصوا يا جماعه جذرها بسم الله ما شاء الله، وكل ده والله العظيم يا جماعه ما فيه اكتر من السماد البلدي ومخلفات المطبخ. جذر عامل ازاي؟ شجره اهي، والله شجره يعني، ولا شجره الجميز، بسم الله ما شاء الله. طيب اهي دي كده بعد ما ترسى بعد 10 ايام اخر مره بقى، بعد اخر ريه بعد ما تنشف اقوم حارتها
اخربشها يعني كده باي شوكه، وبعد كده احط الشكله بتاعتي هنا، وان شاء الله باذن الله يا جماعه ان شاء الله قدام ربنا طبعا، لكن احنا عملنا اللي علينا واجتهدنا وخدنا بالاسباب، الباقي بقى على ربنا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتبقى زرعتك كويسه، وزي ما قلنا زرعتك من قلبك تسمي الله كده وتحطها، وتعقد النيه ان انت تتكل بعد كده على ربنا، والباقي بقى بيبقى على ربنا سبحانه وتعالى يعني. وطبعا اهم حاجه اهتم بيها طبعا. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت اشتراك في القناه، ويا ريت لايك عشان بس نتشاف على المنصات، ويا ريت تشيرها مع اصحابك وحبايبك واصدقائك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.